مش حرام عليهم، مش حرام عليهم، بدنا نعيش زي الكل، زينا زي الكل بدنا نعيش. طلعنا تحت حماية الصليب الأحمر، واللي كانوا كتير كتير خايفين الصغار ومش عارفين كيف بدنا نروح، والمجاري كمان كان في هناك أوبئة كتير كانوا مجاري، وحتى الناس يعني كان في كتير ناس هناك وأمراض، محدش راضي يحس فينا. ليش يا عالم حلونا؟ حرام عليكم، وين انتوا؟ طلعوا كيف هدول مش حقهم يعيشوا؟ مينهم؟ وين مش هدول حقهم يعيشوا؟ مينهم الأطفال البرا؟ يعني هم أحسن منا؟ حياتهم أحسن، إحنا في شو؟ مش حرام عليهم، مش حرام عليهم، بدنا نعيش زي الكل، زينا زي الكل بدنا نعيش. حرام عليكم، كل يوم حرب، زينا زي الكل بدنا نعيش. احنا من اللي هو خان يونس لرفح، وجينا هان على رفح في المنطقة اللي احنا موجودين الآن فيها، وهذه المنطقة زي ما انت شايف يعني منطقة صعبة جدا، لا لنا فيها خيمة ولا لنا فيها ماء ولا فيها أي حاجة. احنا نازحين، نزحنا من خان يونس لرفح تقريبا ما يقارب 4 عائلات 3 عائلات، ما يقارب 50 نفر، ال50 نفر معظمهم إناث، والمشكلة عندنا أكبر إنه ما فيش لا مأوى ولا في مكان نقعد فيه. فإحنا كل اللي بنطلبه من الجميع ونطلبه من الأمة كلياتها مساعدة هالناس ومساعدة هالأمة هذه، بس بإيجاد المسكن أو إيجاد المأوى اللي نلاقي حالنا نسطر هالولاد ونسطر هالحريم فيه. مش عندنا حدا، الأرض اللي قاعدين عليها والسماء هي الغطاء علينا، مش حاجة. يوقفوا معنا، يعطونا مساعدات، يوقفوا جنبنا، لا يؤذوا الأطفال العالم، يعني هم أحسن منا، إحنا نصير زيهم. يعني أنا ما وقفت لغ النار، زقنا يعني إحنا أولاد صغار نكمل حياتنا، نعيش.